الفيلم. جدا خديجة بن جنة، إلزمي نفسك، فأنت لست إلا جارية. قبل أن تتكلمي وتفتي لنا هل إن كان المغرب بلدا عربيا أو أمازيغيا أو مسلما أو مسيحيا، عليك أن تتحرري من العبودية التي تعيشين فيه، فكان لزاما منك أن تتحدثين عن المعاق ذهنيا وجسديا الذي يحكم اليوم الجزائر لحبهم بثقافتهم وهويتهم التي باتت راسخة في ذهون كل الأمازيغ. مؤخرا قامت حرب كلامية بين الإعلامية فاطمة سميرة ستايل والجارية المسماة خديجة بن جنة، التي خرجت وتغوطت علينا بكلام حقيقة يفتقد لأي مصداقية ولا يفتقد لأي منطق. ولذلك هنا لست أرد على هذه الجارية، لأنه ليس من عادة الأحرار أن يردوا على الجواري، ولكنني كرد على أولئك الذين يدافعون عن خديجة بن جنة هذه الجارية، أقول لكم أنكم عندما خرجت هذه الجارية واعتبرت أن المغرب عربي، لم تتلفظ بكلمة ولم تخرج وتقول الإسلام يوحدنا. ولما خرج الأمازيغ دافعوا عن حقهم وقالوا بأن المغرب بلد أمازيغي وأن شمال أفريقيا أمازيغي، خرجتم من أوكاركم كالضباع المفترسة من أجل أن تهاجموا الأمازيغية، وهذا دليل على أنكم أنتم بعيدين كل البعد عن الإسلام، وإنكم تعتقدون بعقيدة نتنة، عقيدة وسخة، عقيدة إرهابية، وهي العقيدة الوهابية، هذه العقيدة التي دمرت الشرق الأوسط، فلن تجدوا اليوم إلا شمال أفريقيا من أجل أن تدمروا. ولكن نحن نقول لكم أننا جنود مجندين وراء الثقافة والهوية الأمازيغية، وسندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة ضدا في الإرهابيين الذين يريدون أن يدمروا شمال أفريقيا ويزرعوا فيها الفتنة بين أبنائها. طيب، هؤلاء كلما خرجنا نحن الأمازيغ ندافع عن ثقافتنا وهويتنا، إلا وخرجوا هؤلاء لأجل أن يسبونا ويخونونا، طارة يقولون أننا حركات ننتمي إلى الصهيونية، ومرة يقولون أننا صناعة فرنسية، ومرة يختلقون لنا أننا نحن نريد الفتنة. أي فتنة أشد من هذه الجارية التي خرجت وقالت أن المغرب بلد عربي، شاء من شاء، أبى من أبى، ورضي من رضي. أي فتنة أعظم من أن تنكر تاريخ شمال أفريقيا من أجل أن تنشر هذه العروبة؟ ولو أنني لست ضد العروبة، لكنني ضد العروبيين الذين يمارسون الإقصاء ويريدون فرض ثقافة ما ليس ثقافة الأخرى، حتى صرتم أن تريدون جعل العروبة ركن من أركان الإسلام. لا والله، تالله إنكم ظلمة ومجرمين، لأن الله سبحانه وتعالى كان صريحا في اختلاف الثقافات والهويات، ولم يجعل العروبة أقدس من الثقافات الأخرى. العروبة، العرب هم بشر مثلنا مثلهم، نختلف معهم في أشياء ونتفق معهم في أشياء، لكن على الذين يعتقدون بهذه القومية الخبيثة المسمى القومية العربية أن يعرفوا جيدا أننا نحن اليوم كأمازيغ ولله الحمد لسنا ممن يصدقون الترهات، وأنهم يعتقدون بما تعتقدون به، فنحن لنا ثقافتنا ولنا هويتنا، ولزاما منا أن ندافع عنها، لأن دفاع عن الهوية الأمازيغية أو الثقافة الأمازيغية هو دفاع عن آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كان واضحا وصريحا عندما خلق هذه الآيات واعتبرها أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يعني ويوجد آيات كثيرة تشير إلى هذه المسألة، إلا أنكم أنتم كونكم إرهابيين لا تؤمنون إلا بسفك الدماء، ولا تؤمنون لا بالرحمة بالاختلاف ولا بالرحمة ولا شيء من غير آخر. والآيات كثيرة جدا، ليس أن أذكرها، ولكن أذكر آيتين وكفى. الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وألوانكم عفوا إن في ذلك لآيات للعالمين. وقد قال
كذلك جل علا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه آيات كثيرة وغيرها من الآيات الأخرى التي يدعو فيها الله سبحانه وتعالى أن يحترم الإنسان ثقافة الآخر، ولكن كونكم أنتم تحبون الهمجية وتحبون سفك الدماء رحتم تدافعون عن الظلم مهما كان. المهم انصر أخاك ظالما ومظلوما على حسب فهمكم أنتم لهذا الحديث. لذلك نقول أننا اليوم نحن كأمازيغ سندافع عن هويتنا وثقافتنا ولن يهمنا شيئا غير هذا، وقد أعذر من أنظر. وكما قلت لكم سابقا نحن الأمازيغ لسنا من دعاة الفتنة ولسنا من دعاة الظلم، ولكن حينما يخص الأمر ثقافتنا تخص الأمر ثقافتنا وهويتنا سندافع عنها ضد في أولئك المجرمين الذين يريدون أن يقسموا هذا الوطن، في أولئك الذين يريدون تدمير هذا الوطن الأمازيغي. وقل موتوا بغيظكم، نحن كأمازيغ ولله الحمد سندافع عن هويتنا. وكما أقول لكم وكعودة سريعة جدا، خديجة بن قنا إلزمي نفسك، فأنت لست إلا جارية. قبل أن تتكلمي وتفتي لنا هل إن كان المغرب بلدا عربيا أو أمازيغيا أو مسلما أو مسيحيا، عليك أن تتحرري من العبودية التي تعيشين فيه، فكان لزاما منك أن تتحدثين عن المعاق ذهنيا وجسديا الذي يحكم اليوم الجزائر. كان عليك أن تتكلمي عن القواعد الأمريكية الموجودة اليوم في قطر، ومنها تصعد الطائرات لقتل الأبرياء في سوريا وفي الأماكن الأخرى. كان عليك أن تتكلمي ولو في برنامج واحد عن فضائح قناة الجزيرة وكيف يتم التحاق بعض المذيعات إلى هذه القناة. كان عليك أن تلزمي نفسك حتى لا ننشر غسيلك على صفحة الإنترنت كما فعلت إحدى صديقاتك المسمى جنات التي فضحتك أيما فضائح بخصوص فضائحك الجنسية. هذا إن كنت فعلا تؤمنين بالرأي والرأي الآخر وأزول ثقافة الأخرى. احتصرتم أن تريدون جعل العروبة ركن من أركان الإسلام. لا والله تالله إنكم ظلمة ومجرمين، لأن الله سبحانه وتعالى كان صريحا في اختلاف الثقافات والهويات ولم يجعل العروبة أقدس من الثقافات الأخرى. العرب هم بشر مثلهم، نختلف معهم في أشياء ونتفق معهم في أشياء، لكن على الذين يعتقدون بهذه القومية الخبيثة المسمى القومية العربية أن يعرفوا جيدا أننا نحن اليوم كأمازيغ ولله الحمد لسنا ممن يصدقون الطرهات، وأنهم يعتقدون بما تعتقدون به. فنحن لنا ثقافتنا ولنا هويتنا، ولزاما منا أن ندافع عنها، لأن الدفاع عن الهوية الأمازيغية أو الثقافة الأمازيغية هو دفاع عن آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كان واضحا وصريحا عندما خلق هذه النود مجندين وراء الثقافة والهوية الأمازيغية، وسندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة ضدا في الإرهابيين الذين يريدون أن يدمروا شمال أفريقيا ويزرعوا فيها الفتنة بين أبنائها. طيب، هؤلاء كلما خرجنا نحن الأمازيغ ندافع عن ثقافتنا وهويتنا، إلا وخرج هؤلاء لأجل أن يسبنا ويخوننا، طارة يقولون أننا حركات ننتمي إلى الصهيونية، ومرة يقولون أننا صناعة فرنسية، ومرة يختلقون لنا أننا نحن نريد الفتنة. أي فتنة أشد من هذه الجارية التي خرجت وقالت أن المغرب بلد عربي، شاء من شاء أبى من أبى ورضي من رضي. أي فتنة أعظم من أن تنكر تاريخ شمال أفريقيا من أجل أن تنشر هذه العروبة؟ ولو أنني لست ضد العروبة، لكنني ضد العروبيين الذين يمارسون الإقصاء ويريدون فرض ثقافة ما لست. هنا لست أرد على هذه الجارية، لأنه ليس من عادة الأحرار أن يرد على الجواري، ولكنني ترد على أولئك الذين يدافعون عن خديجة بن قنا هذه الجارية. أقول لكم أنكم عندما خرجت هذه الجارية واعتبرت أن المغرب عربي، لم تتلفظ بكلمة ولم تخرج وتقول الإسلام يوحدنا. ولما خرج الأمازيغ دافعوا عن حقهم وقالوا بأن المغرب بلد أمازيغي وأن شمال أفريقيا أمازيغي، خرجتم من أوكاركم تفضبع المفترسة من أجل أن تهاجموا الأمازيغية، وهذا دليل على أنكم أنتم بعيدين كل البعد عن الإسلام، وإنكم
تعتقدون بعقيدة نتنة، عقيدة وسخة، عقيدة إرهابية، وهي العقيدة الوهابية، هذه العقيدة التي دمرت الشرق الأوسط، فلن تجد اليوم إلا شمال أفريقيا من أجل أن تدمروا. ولكن نحن نقول لكم أننا أزول ولن نزول، أزول باقية وتتمدد بإذن الله سبحانه وتعالى، وبفضل رجالها الصناديد ونسائها الأشاوس اللواتي لا ينجبن إلا الشرفاء الأبطال. وكبداية أود من خلالها أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل الإخوة الأمازيغ الذين حجوا بكثرة إلى معقل البطل الشهيد عمر خالق الملقب بالإزم للمشاركة في أربعينية هذا الصنديد. وحقيقة هذا إن دل على شيء إنما يدل لحبهم لثقافتهم وهويتهم التي باتت راسخة في ذهون كل الأمازيغ. مؤخرا قامت حرب كلامية بين الإعلامية.